هو ايه اللي بيحصل في ليبيا؟ مين بيحارب مين ومين مع مين ومين ضد مين؟ احنا بنحاول نفهم اللي بيحصل برغم انه الشهاده لله يعني الحكام بتوعنا وحلفائهم ما يحبوش ابدا ان احنا كشعوب نفهم او نفكر عشان ما يتعبوناش، يعني هم عاوزيننا نركز في اننا نتقتل بس. ما هو مش معقول هنتقتل ونفهم كمان، احنا نموت الاول بعدين هم هيبقوا فهمونا بعدين. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ في يوم 4 ابريل اللي فات صحي المشير حفتر وقبل ما يفطر قرر انه يحارب. لا مش اسرائيل طبعا، احنا بنحب نحارب بعض جوه بلادنا عشان زيتنا يبقى في دقيقنا يعني. حفتر قرر انه يدخل حرب جوه ليبيا للاستيلاء على طرابلس، بس لان حفتر بيفهم في الاصول ما راحش يحارب كده من نفسه، لا ده اخد الموافقه من البرلمان الليبي المنتخب اللي قاعد في طبرق عشان لو في كمين قبله في السكه وهو رايح يحارب ولا حاجه يوريهم موافقه البرلمان فيسيبوه يعدي عادي. والحقيقه ان البرلمانات العربيه فيها تنوع كبير في الحاجات اللي بتديها للحكام، يعني برلمانات تدي شرعيه للحرب، برلمانات ثانيه تدي تعديلات دستورية وفترات رئاسية، هم يعني مش حارمين الحكام من حاجة ما شاء الله، ده لو أمهم مش هتعمل معاهم كده والله. المهم إن حفتر خد الموافقة من البرلمان وطلع بالجيش بتاعه اللي هو اسمه الجيش الوطني الليبي. بصوا هو غالبا أي كيان تلاقوا فيه في اسمه الوطني أو وطنية تعرفوا على طول إنه هيعمل مصيبة، فتحاولوا تخبوا الوطن منه على قد ما تقدروا يعني. وزحف الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر باتجاه طرابلس، بس ما قدرش يدخلها نتيجة تصدي القوات اللي بتدافع عن طرابلس ليه. فأما عسكر على بعد 11 كيلو متر وبدأ يشن غارات جوية على طرابلس ليل نهار. وتسببت الغارات دي في قتل اكتر من 200 شخص واصابه اكتر من 900، غير طبعا التدمير اللي حصل في المدينه، بس كل ده طبعا ما يفرقش معانا، احنا معانا موافقه البرلمان، اللي يموت يموت بقى مش مهم. التقديرات حوالين عدد جيش حفتر مش دقيقه ومش مؤكده، هم تقريبا ما رضوش يعدوا نفسهم عشان ما تتقلش بركتهم، بس التقارير بتتكلم عن حوالي 85,000 مقاتل، وبيقودهم تحت ايد حفتر طبعا مجموعه من العسكريين والقاده السابقين، واللي بيميز الجيش الوطني انه بيمتلك عدد كبير من الطيارات المقاتله اللي بتساعدهم علشان غارات على طرابلس. ومن اهم كتائب الجيش الوطني كتيبه الصاعقه وكتيبه السلف الصالح وكتيبه شهداء الزاويه وكتيبه اولياء الدم. هو يعني الجيش ايه غير شويه كتائب فوق بعضها يعني. وبيحارب معاهم مجموعه طبعا من السلفيين المدخليين اللي جولنا من السعوديه دول. ده طبعا السلفيه السعوديه القديمه يعني. دلوقتي السعوديه ربنا فتح عليها وشغاله في الترفيه اكتر من لاس فيجاس يعني. الحاجه الوحيده في السعوديه دلوقتي اللي ليها علاقه بالسلف هي انها بتسلف الدول اللي عاوزه تقضي على ثورات شعوبها. ده جيش حفتر اللي جاي عشان يدخل طرابلس. طب مين بقى اللي في طرابلس وبيتصدر حفتر؟ اللي في طرابلس قوات بقياده فايز السراج، وده برضو مش شغال جهجهوني كده، هو كمان معاه شرعيه عادي جدا. هو غالبا الشرعيات بتتباع في ليبيا او بتبقى مرميه في الشارع فاي حد بياخدها، مش فاهم لهم الصراحه يعني. بس شرعيه السراج جايه من المجلس الرئاسي اللي بيقوده وحكومه الوفاق الوطني واللي معترف بها دوليا بناء على اتفاق الصخيرات. ولاننا لسه متفقين من شويه ان اي جيش عباره عن شويه كتايب، فجيش السراج مكون من مجموعه كتايب برضه، جزء كبير منهم خارج من رحم الثوره الليبيه، اهمها كتيبه قوه الردع وكتيبه النواصي وكتيبه الامن المركزي ابو سليم، هي اسمها كده والله يعني، تقريبا الكتيبه من عيله ابو سليم وده اسمها الثلاثي ما تفهمش. غير الكتائب دي بقى في مفاجاه، ان جيش السراج فيه برضه مجموعه من السلفيين بيحاربوا معاه، يعني في سلفيين بيحاربوا مع دول وسلفيين بيحاربوا مع دول. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه يا جماعه، بس ده حزب النور نفسه ما عملش الحركه دي. اكبر دعم لمقاتلي طرابلس وجيش السراج بيجي من مدينه مصراته اللي بتملك قوه عسكريه كبيره تحت اسم البنيان المرصوص، بيبلغ عدد جنودها 30,000 مقاتل، وهم اللي بيمدوا طرابلس بالاليات العسكريه والذخائر والجنود. كده عرفنا مين مع حفتر ومين مع السراج، بمعنى اصح عرفنا ايه الاطراف اللي جوه ليبيا. طب مين الاطراف اللي خارج ليبيا وبتحرك الامور من بره عن طريق دعمهم للطرفين اللي في ليبيا؟ هي الاطراف كتيره الحقيقه وكلهم فوق بعض، فاحنا هنحاول نفكهم واحد واحد. نبدا بالاطراف اللي بتدعم حفتر. اول طرف هو الحقيقه طرف بس قصير شويه، وهو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. السيسي ما شاء الله بيرفع عننا احنا الدعم ويلغيه ويروح يدعم حفتر. اكبر دليل على اشتراك مصر في اللي بيحصل في ليبيا ودعمها لحفتر هو الاجتماع الاخير اللي حصل بين حفتر والسيسي في 14 ابريل، والاجتماع بينهم ده بصراحه حاجه في منتهى الخطوره على ليبيا، يعني يا ريت الليبيين يسيبوا حفتر يقتلهم عادي بس يمنعوه يجتمع بالسيسي، لان ده غالبا نتيجته هتبقى اسوء من ان هم يموتوا. صحيح الموقف المعلن لمصر انها بتدعم العمليه السياسيه اللي بتقودها الامم المتحده، بس طبعا احنا ما عندناش في مصر مواقف واضحه، المواقف الثابته الوحيده عندنا هي مواقف الميكروباص. ففي الوقت اللي مصر فيه مع خطه الامم المتحده هنلاقيها بتدعم حفتر وبتمده بالسلاح وبتدرب طيارين الجيش الوطني، وواضح ان التعاون العسكري ده بين السيسي وحفتر هدفه الاول القضاء على الاسلام السياسي، واللي مصر بتعتمد على حفتر وجيشه في منع تسرب عناصر الجماعات الاسلاميه ليها عن طريق الحدود مع ليبيا. يعني الموضوع بالنسبه لمصر يتعلق بامن قومي. ده غير طبعا ان حفتر ده راجل مشير وبيقتل شعبه، يعني اكيد السيسي عاجبه الموضوع ده جدا وشايف نفسه فيه يعني، فلازم يدعمه. غير مصر هنلاقي ان الامارات كانت من الاطراف الداعمه لحفتر سواء بالدراهم او بالاسلحه، بس من فتره كده الحمد لله قررت الامارات تشيل ايدها من ليبيا، بس ما سكتتش برضه، حطت ايدها في اليمن. ما هي الامارات كده ما تحبش تقعد ايدها فاضيه، لازم تحط ايدها
في اي بلد عربية بتتدمر عشان تشارك في تدميرها والبلد تتهد اسرع، وهو ايد على ايد تساعد برضو. السعودية كمان دخلت ضمن الاطراف اللي بتدعم حفتر، خصوصا بعد الاجتماع اللي حصل في الرياض بين حفتر وبين سلمان، اللي وعد حفتر انه هيدعمه بالمال والسلاح والمناشير ضد قوات طرابلس، وتقريبا قال له لو حابب ابعت لي القوات اللي بتحاربك دي على سفارة السعودية في اي حتة وانا اقطعهم لك بنفسي عادي. بره بقى الدول العربية اللي ما شاء الله واقفين مع بعض في قتل شعوبهم واقفة كلها شهامة زي ما انتم شايفين، هنلاقي ان في اوروبا والدول المتقدمة اطراف كتير بتدعم حفتر. اولها فرنسا اللي بتدعمه عسكريا وكانت بتشارك بطياريها ضمن قوات حفتر، وفي 3 طيارين فرنسيين ماتوا في 2016 وهما بيشاركوا مع قواته، وخصوصا ان فرنسا ليها قاعده عسكريه في بنغازي. دعم فرنسا لحفتر ما وقفش على المشاركه العسكريه دي، كمان فرنسا وقفت ضد صدور بيان من الاتحاد الاوروبي بادانه هجوم حفتر على طرابلس، وده نفس اللي عملته روسيا لما وقفت ضد صدور قرار بادانه حفتر من مجلس الامن بعد اجتماع بين حفتر وبوتين في الكرملين. المهم ان واحنا بنفرز الاطراف اللي بتدعم حفتر وبنبعدهم عن بعض، لازم نعرف ليه كل طرف بيدعم حفتر وايه اسبابه. واكيد يعني محدش بيدعمه عشان سحر عيونه ونظراته، يعني زي ما قلنا مصر موقفها واضح، بتدعم حفتر عشان تمنع بوجوده تسرب العناصر الاسلاميه والاسلحه اللي داخل مصر عن طريق حدودها الشرقيه. بالنسبه بقى لملوك الخليج فدول عندهم هوايه زي جامع الطوابع كده، بيحبوا يصرفوا فيها كل فلوسهم، وهي افشال الثورات العربيه، عشان ما يجيش يوم وباء الثوره يوصلهم لا سمح الله ويعدي شعوبهم ويبوظ عليهم حياتهم واسرهم وفلوسهم وبترولهم. اما الغرب فبيدعم حفتر لانه مش من مصلحته ابدا ان يكون في حكومات وطنيه او ديمقراطيه في المنطقه، لان ده هيعرقل سيطرتهم الاقتصاديه عليها وتحكمهم فيها تجاريا. ويمكن النموذج التركي بقياده اردوغان وقدرته على الاستقلال الاقتصادي ببلاده عن الغرب نموذج عامل ارتكاريا للدول الغربيه ومش عاوزينه يتكرر تاني في المنطقه عشان يفضلوا دايسين عليها اقتصاديا. بالنسبه للولايات المتحده فموقفها داعم للامم المتحده، ما تعرفش عشان دي متحده ودي متحده مثلا فواقفين مع بعض ولا ايه. بس عموما امريكا عاده بتفضل سهنة كده في الاول وبتعمل نفسها مع الديمقراطيه وبعد كده بتطلع ميتين الكل بطريقتها عادي جدا يعني. طيب عرفنا اللي بيدعموا حفتر، بالنسبه بقى للناس اللي بتقاوم حفتر في طرابلس، دول واقفين في الهوا كده متشالين من بطاقه التموين بتاع العالم يعني ومحدش بيدعمهم خالص كده؟ هنا بقى انقسمت الاراء. في راي مبني على تقارير للمركز الاوروبي بيقول ان داعمي المجلس الرئاسي وحكومه الوفاق الوطني في ليبيا هم تركيا وقطر وايطاليا، وبتقول التقارير دي ان في شركات تركيه بتبعت سلاح للقوات اللي بتقاوم حفتر في طرابلس، وان قطر على استعداد لتمويل جيش السراج في معركته. ايطاليا بقى غالبا مش عاجبها رغبه فرنسا في الهيمنه على ليبيا فبتقف قصادها، ده غير ان في مصالح اقتصاديه لايطاليا في مدينه مصراته مش عاوزه تتخلى عنها وتسيبها بيضه مقشره لفرنسا. شغل اوروبيين مع بعض يعني، مالناش دعوه بيهم. هم الغرب كده لما يتخانقوا مع بعض تلاقيهم بيتخانقوا جوه الدول العربيه مش عندهم، والضحايا بيبقوا عرب مش منهم. يا اخي بيحبونا قوي ما شاء الله، احنا نتحب برضه يعني. الراي الثاني بيقول ان السراج مفيش حد بيدعمه عسكريا او ماديا ولا حاجه، وان تركيا وقطر وايطاليا وغيرهم في الحقيقه واقفين مع حكومه الوفاق المعترف بها دوليا واللي الامم المتحده بذات نفسها بتقر بشرعيتها، وبالتالي ده الموقف الطبيعي يعني ضد اعتداء حفتر وقواته على الشرعيه الدوليه. لكن مفيش اي دور عسكري لقطر او تركيا زي ما بيشاع، ده مجرد موقف سياسي داعم لشرعيه حكومه الوفاق الوطني. وان الغريب والمشين هو ان في دول بتدعم حفتر اساسا، قصدهم احنا واللي زينا يعني، احنا النظام عندنا بيحب يعمل الحاجات المشينه قوي دي سواء جوه البلد او بره البلد. طيب ايه اللي جاي في ليبيا؟ برضه في اكتر من راي مش راي واحد. ناس بتقول ان دي معركه وجود للجماعات الاسلاميه جوه ليبيا، وانها رغم اختلافها مع بعض ومع العمليه السياسيه نفسها اللي بتقودها الامم المتحده الا انهم اتوحدوا على مقاومه حفتر وقواته، وهتفضل المعركه شغاله والعالم واقف يتفرج ويتسلى ويأزأز قرارات ادانه لحد ما في وقت هيقرر وقف اطلاق النار، ولحد ما يحصل كده هيفضل حفتر محاصر طرابلس وبيحاول يدخلها، وهتفضل قوات طرابلس تقاوم، وهيحاول السراج الاستعانه بجيوش اجنبيه لفك الحصار. راي تاني بيقول ان حفتر خسر المعركه فعلا وعمال يفقد في قوات واسلحه كل يوم، وبقى شكله الباس بدكه قدام حلفائه بعد ما كان عامل فيها قدامهم شجيع السيما ابو شنب بريمه، وفي الاخر طلع بلح. لا مش بلح، بلح ده اللي بيدعمه في مصر. المهم ان حفتر ناس كتير بتقول كده انه معمر القذافي في نفسه، وانه ورط حلفائه معاه في حرب على طرابلس، وما شرح لهمش حقيقه موقفه وموقف قواته، وما بلغهمش بالهجوم قبل ما يحصل، وده اللي بيخلي البعض بيفكر ان الدول الداعمه لحفتر الفتره الجايه هتحاول تضغط عليه عشان يوقف الهجوم ويرجع للمفاوضات. وطالما انت متني كده هو مش عارف تكسب الحرب، اتنيل اقعد اتفاوض ما تقرفناش بدل ما تعور روحك. في النهايه صراع المناصب والسلطه والمصالح اللي بتحركوا ايادي جوه ليبيا وبره ليبيا هو اللي شعلل الحرب، وهو اللي في وقت ما هيوقفها. بس الحرب نفسها اللي بيدفع ثمنها هو الشعب الليبي اللي بيموت ووطنه بيتدمر عشان اطراف عاوزه تكسب من وراه، حتى لو كان ثمن المكسب ده ان ليبيا وشعبها يضيعوا. طبعا بقالنا كتير ما حكيناش حواديت. فرصه، العمده سيد ابو شداد اتغير علينا بالحج، ما تعرفش ليه. سيد ابو شداد كان عيل مقشف ومش لاقي يشحت، قوم كان معدي جارده كان الطربخه المكوجي، قوم لقى القفل مفتوح، قوم يخش يلم كل الهدوم في الضلمه ويرمح على داره، وتوما الفجر شقشق المامور يبعت عسكري نمر على دكان الطربخه لاجل ما يجيب بدلته اللي كان موديها
يديها له بعد العشاء تتكوي. قوم يلاقي المحل مسروق وطربخه بيلطم. قوم المأمور يعرف ان بدلته اتسرقت ويسب ويلعن، وتطلع الحكومه تمن ضباط وعساكر يفتشوا في كل البيوت. وقال لك الواد سيد كان بيفرز الهدوم، قوم لما لقى بدله المأمور وسطهم قعد يبكي زي الولايه ويقول رحت في داهيه يا ابو السيد، وقام جايب بنزين وكبريت ودلقه على الهدوم وولع فيهم الا ينكشف ويروح في توكر. قوم وهو بيولع فيهم دخلت عليه الحكومه. الواد من ربكته رمى عليهم الهدوم مولعه وفطم الشباك، والولعه تشبط في الضباط والعساكر والكل يتلط ويتساب ويتحرق ويقعوا خلصانين. ومره واحده ما عادش في حكومه في البلد يا والحاج، والمأمور يعرف انه بقى لوحده. قوم يهرب هو ابو العمده، ولما نشوف سيد نشيله فوق الروس ونهتف له ونقول له انت عمدتنا يا اللي خلصتنا من الحكومه وعلمت على المأمور وحرقت رجالته. وسيد يقول انا اللي هقيم العدل ونصدقه. غيرش طربخه يقول له حتى على نفسك يا سيد. وسيد تاخده الجلاله ويقول انا اولكم. قوم طربخه يقول له طب انا بقدم فيك بلاغ سرقه دكاني، انت حرامي يا سيد بس الناس نسايه. وسيد يتنح واحنا نتنح ونطلع على طربخه ونطحنه ضرب ونطلع على دكانه ونولع فيه لاجل ما تجرأ على سيد اللي خلصنا من الحكومه وعمل الثوره. والايام تعدي وسيد يتغير ويوالس تاني مع الحكومه ويبقى اوسخ من اللي قبله. ولسه في ناس بتقول مستحيل سيد يتغير، ده هو الثوره وهو اللي خلصنا من الحكومه. وناس تانيه تبص لدكان الطربخه المحروق ويمصمصوا شفايفهم ويسكتوا يا بقى الحاج. ونشوفكم على خير ان شاء الله.